سربنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. سربنا نحو العلا والمجد إنا أمة العلم وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجمة سويا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم ما بعد، إخواني المشاهدون، أخواتي المشاهدات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ونذكر بأن موضوعنا الذي نتكلم فيه بإذن الله تعالى استكمالا لباب سنن الفطرة، الخصال التي فطر الله العباد عليها واتفقت عليها الشرائع، وهي عشرة أو يزيد كما تقدم. ففي الحلقة الماضية انتهى بنا الكلام عن سنة اللحية. اللحية الشعر الذي يخرج للرجل على ذقنه ولا ينبت للمرأة، وتكلمنا بأن هذه اللحية إعفاؤها طاعة لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وهي أيضا في إعفائها تشبيه بالأنبياء والعظماء والفاتحين لبلاد الإسلام، وهي تكريم للرجال وإحياء لسنن الإسلام التي ينبغي المحافظة عليها، وفي إعفائها وإطالتها مخالفة للمشركين واليهود والنصارى والمجوس الذين من سيماهم حلقها أو تقصيرها، وأيضا إحياؤها بأن تطول وأن تطلق وتعفى من الحلق فيه مخالفة للشيطان الذي قال لربه سبحانه: ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. وهي فطرة كما سبق أن كل الشرائع اتفقت على هذه السنن. أما حلقها فهو مخالفة للفطرة، وفيه موافقة لما يدعو إليه الشيطان، وأيضا فيها تغيير لخلق الله الذي فطر للرجال على لحى والنساء على غير لحية. وحلقها أيضا فيه تشبه بالكفار من مجوس ويهود ونصارى ومشركين، وفيها أيضا تشبه بالنساء وبالصبيان ومثلة. ووعدنا في اللقاء السابق أننا سنتكلم عن أدلة وجوبها، وأدلة وجوبها من 9 وجوه. وسبق في الحلقة الماضية أن أشرت وذكرت نقل الإمام ابن حزم في مراتب الإجماع أن العلماء أجمعوا على حرمة حلق اللحية، فحلقها حرام وإعفاؤها وإطالتها واجب بإجماع العلماء. والأدلة على هذا من 9 وجوه كما ذكرت. أولا، الوجه الأول، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفائها، كما قال عبد الله بن عمر: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء اللحية وقص الشارب. والأمر بالنهي نهي، الأمر بالشيء نهي عن ضده، فأمر بإعفاء اللحى، إذن في هذا الأمر نهي عن ضده، يعني حلقها. وفي رواية: قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم. العثانين جمع عثنون، العثنون هي اللحية. ووردت عدة روايات بألفاظ مختلفة: أرخوا، أرجو، وفروا، أطيلوا. كل هذه الروايات وردت بالأمر بإطلاق اللحية وإعفائها وعدم حلقها. هذا هو الوجه الأول من إثبات وجوبها على الرجال. الوجه الثاني، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالمخالفة، فقد أمر بإعفائها وأمر في نفس الحديث بالمخالفة، بالمخالفة للمشركين واليهود والنصارى والمجوس، حيث قال: أوفوا اللحى وقصوا الشوارب، خالفوا اليهود. وفي رواية:
خالفوا المجوس، وفي رواية ثالثة خالفوا أهل الكتاب. عدة روايات ففيها أمر بالمخالفة. الوجه الثالث من أدلة وجوبها فعل النبي صلى الله عليه وسلم وسنته لها، فقد أمر وهو كانت لحيته تملأ صدره، وكما سئل خباب بن الأرت بما كنتم تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر والعصر، قال باضطراب لحيته. فهذا وجه ثالث، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مطيلا للحيته وكانت تملأ صدره، وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. الوجه الرابع تحريم النمص، وسيأتي الكلام عن النمص. واللحية تشبهه، فالنمص إزالة شعر بطريقة معينة يأتي الكلام عليها، وكذلك الحلق إزالة للشعر أو تقصير لهذا الشعر، شعر اللحية. كذلك الوجه الخامس، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نتف الشعر الأبيض. إنسان إذا دخل في السن يظهر أو يخرج له شعر أبيض، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نتف هذا الشعر كما في حديث قال لا تنتف الشيبة فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا يوم القيامة. ورد هذا الحديث بعدة ألفاظ لكنه حديث حسن بشواهده. كذلك ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن ينظر إلى رسولي باذان. باذان ملك من الملوك الكفار، أرسل رسولين إلى نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم لأمر، فلما رأهما النبي صلى الله عليه وسلم كل منهما قد حلق شعر لحيته أبى أن ينظر إليهما. وهذا الحديث يحتاج إلى تحرير. وكذلك رأى مجوسيا حالقا لحيته فقال من أمرك بهذا؟ قال ربنا أو ربنا، قال أمرنا ربنا، يعني الملك أمرهم بأن يحلقوا لحاهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن أمرني ربي أن أطلق لحيتي أو أن أوفر لحيتي وأقص شاربي. وهذا حديث فيه كلام. الوجه الثامن من أدلة الوجوب قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أما الوجه الأخير والوجه التاسع ألا وهو تفصيل في الشعور التي تخرج في جسم الإنسان، فهناك شعر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يترك وهو اللحية، وشعر آخر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن ينتف وهو الشعر الذي يخرج تحت الإبط، وشعر آخر ثالث أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يقص، وشعر الرابع أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحلق. فشعر ينتف وشعر يقص وشعر يحلق وشعر يوفر وينهى عن حلقه، شعور متعددة في الجسد، فرق النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم بين كل منها، فكل له حكمه. شعر الرأس له حكمه، شعر الشارب له حكمه، شعر اللحية له حكمه، شعر الإبط أو العانة له حكمه، كل شعر في الجسد له حكمه، شعر الحاجبين، شعر الرموش، كل شعر له حكمه بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهى عن ذاك عن هذا وأوجب هذا، أو أمر بحلق هذا أو نتفه، وأمر بإبقاء هذا أو قصه، فيه تفصيل، وكل هذه الأوجه تدل على وجوب إعفاء اللحية. أما أقوال العلماء في وجوب إعفائها فقد تقدم قول ابن حزم رحمه الله تعالى في مراتب الإجماع أنه نقل إجماع العلماء على حرمة حلقها، وابن تيمية رحمه الله تعالى قال يحرم حلق اللحية ولم يبحه أحد من العلماء، والحافظ ابن حجر شيخ الأزهر في زمنه أيام أن كان الأزهر ينتخبه أو ينتخب شيخه العلماء، حافظ ابن حجر قال اتفقوا على أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز، وأبو يعلى كذلك قاضي المدينة في زمنه كان يرد شهادة الرجل الذي يحلق لحيته، يقول لا تقبل شهادته لأن الله أمر باستشهاد العدول، فاستشهدوا
شهيدين من رجالكم فاستشهدوا ذوي عدل منكم استشهدوا ذوي عدل منكم. فرد حالق اللحية لأنه في اعتقاده أنه ليس من العدول. ويقال أن اليهود كانوا يعزرون على حلق اللحية، هذه بعض أقوال العلماء، لكن أقوالنا نحن الموروثة التي لا يعي معناها كثير من الناس قول يردده الكثير. إذا أراد أن يثبت الإنسان ويؤكد له أنه سيفعل هذا الشيء يقول أهي، والبعض يقول أحلقها وارميها على الأرض. فكلمة أهي يشير إلى لحيته، أحلقها وارميها على الأرض إن لم أفعل كذا أو سأفعل كذا، كل هذا دليل على أن هذه اللحية كان لها تعظيم وكان لها قدر في نفوس الناس. يقول أحلقها وارميها على الأرض أهي، يعني هذه علامة القوة وعلامة التأكيد أنني أستطيع وأقوى أن أفعل كذا أو أرد كذا. فهذه كلمة موروثة تدل على تعظيم الناس للحية قديما. فهذه أقوالنا. لكن متى بدأ حلق اللحية؟ بدأ حلق اللحية كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لم يعرفه العرب. العرب لم يعرفون حلق اللحى، ولم تكن اللحى تحلق بهذه الطريقة التي في هذه الأيام، إنما كان يؤخذ منها ويطال في الشارب. لكن قيل أنه في القرن السابع كان ملك يقال له قطرس. قطرس هذا ملك روسيا، أشاع في الناس حلق اللحى حتى انتشرت في بلاد الغرب، ثم انتقلت إلى بلاد الإسلام رويدا رويدا إلى أن انتشرت في بلاد الإسلام. فهذه هي بداية حلق اللحية، أن الناس منذ آلاف السنين يطلقون لحاهم، بل ولها عظمة في أنظارهم. لكن نختم الكلام عن اللحية ببعض المسائل. الأخذ من اللحية، رجل يريد أن يأخذ من لحيته، الأخذ منها حرام أم يجوز؟ حرام أم مباح أم مستحب أم واجب أو مكروه؟ هذه خمسة أقوال العلماء في هذا. فالأخذ منها قال بوجوبه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، لكنه استدل بقول إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى رجل من التابعين، قال كانوا، يعني الصحابة، قال كانوا يأخذون من لحاهم. فقال كانوا، قول إبراهيم النخعي كانوا، هذا يفيد العموم، أن عموم الصحابة كانوا يأخذون من لحاهم فأوجب هذا. ولشيخنا أبي إسحاق الحويني نسأل الله تعالى أن يشفيه وأن يبارك في عمره وأنفع به المسلمين، سمعت له حوار مع الشيخ الألباني في هذا، فاستدل بقول أبي هريرة أنه كان يأخذ من لحيته، وبقول إبراهيم النخعي كانوا يأخذون من لحاهم. ثم قال يا أبا إسحاق ألا يستقيم هذا الكلام؟ قال يستقيم في نظر قائله. فرد الشيخ الألباني في أدب قال هذا اعتراض لطيف، يعني القول بالوجوب وبهذا الاستدلال يستقيم في نظر قائله. فهذا قول قالوا يجب الأخذ منها لفعل الصحابة ولفعل أبي هريرة ولفعل ابن عمر في الحج. القول الآخر قالوا يحرم، والقول الثالث قالوا يكره أن يأخذ بعضها، والبعض قال يستحب الأخذ منها بقدر ما يحسن الهيئة والمنظر، والبعض قال بالإباحة. فهذه أقوال في الأخذ منها بعد توفيرها، يأخذ منها بعد أن وفرها وأطالها، كما كان يفعل عبد الله بن عمر، وهذا كان في مناسك الحج، وهذا قول، هذا القول الخامس، أنه يباح لكن في الحج فقط، أو سنة من مناسك الحج فعل ابن عمر،
ولشدة اتباعي للنبي صلى الله عليه وسلم. كان ابن عمر يأخذ يمسك لحيته وما زاد على القبضة يقصه. فالبعض أخذ بهذا في عموم الأمور في الحج وفي غيره، وبعضهم قيده بالحج فقط. أما الحلاق الذي يحلق فهو مشارك لمن أذن له في ذلك، متعاون له على الإثم الذي يفعله. أما من سنن الفطرة الشعر، وهو شعر الرأس، كما سبق ذكرت أن الجسد فيه شعور كثيرة، شعر الرأس وشعر الحاجبين وشعر الرموش وشعر اللحية وشعر الشارب وشعر الإبط وشعر العانة، وشعور خفيفة في الجسد، وكل شعر له حكمه. فانتهى الكلام بنا عن شعور المتقدمة، وابقى معنا شعر الرأس مع ما يتبعه من شعر الحاجبين وغيره. شعر الرأس يجوز توفيره كله أو حلقه كله، أما القزع فلا. الإنسان يطيل شعر رأسه كله وينظفه وطيبه ويرجله يسرحه، وإما أن يحلقه كله. أما أن يحلق بعضه ويترك البعض الآخر فهذا منهي عنه، لحديث ابن عمر في صحيح البخاري قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع هو حلق بعض الرأس وترك البعض الآخر. فيجوز أن يحلق الشعر كله ويجوز أن يترك كله، أما القزع فلا. وهذا في حديث الرؤيا بلفظ احلقوه كله أو اتركوه كله، هذا اللفظ شاذ انفرد به معمر عن الجماعة. معمر راه بلفظ احلقوه كله أو ذروه كله، أما الجماعة فرووه بلفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، فرواه معمر بالمعنى. أما اللفظ الصحيح الذي ورد عن ابن عمر قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القزع، والقزع معناه احلقوه كله أو ذروه كله. وسبق أن أشرت أنه يكره نتف الشعر الأبيض، لحديث أنس قال: كنا نكره أن ينتف الرجل الشعرة البيضاء من رأسه ولحيته، رواه مسلم. وفي حديث: لا تنتف الشيبة فإنه نور المسلم، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا رفع الله بها درجة وحط بها عنه خطيئة. أما خضاب الشعر وتغيير اللون الأبيض، تغيير الشيب بلون آخر، هذا يسمى الخضاب. هذا الخضاب والصبغ، يصبغ الشعر الأبيض بلون آخر، يخضب ويصبغ بلون آخر. الصبغ هذا تغيير الشيب بلون آخر مستحب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم، لا يصبغون الشعر الأبيض فخالفوهم وأصبغوا. وقال كما في حديث سنده صحيح عند أحمد وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهما من حديث أبي ذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ما غيرتم به الشيب الحناء، الحناء والكتم، الحناء والكتم أحسن ما يغير به الشيب. وأتي أبو قحافة وهو أبو بكر أبو أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، أتي به يوم فتح مكة رأسه كالثغامة بياضا، شعر رأسي كله أبيض وشعر لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد. فتغيير الشيب بلون آخر مستحب، بأي لون آخر إلا الأسود، ففيه خلاف بين العلماء. بعض العلماء قال: تغيير الشيب مستحب بلون غير السواد، أما السواد فحرام. وبعضهم قال: ليس بحرام بل هو مكروه فقط. وبعضهم قال: مباح، ليس حراما ولا مكروها، هو مباح. أما الذين قالوا صبغ الشعر بالأسود حرام استدلوا بحديثين، ألا هو حديث أبي قحافة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: غيروا هذا الشيب واجتنبوا السواد، فقال أمر بتغيير الشيب بأي لون آخر وقال اتركوا السواد. واستدلوا بحديث آخر أيضا
قال يكون في آخر الزمان أناس لا يريحون رائحة الجنة. وصف منهم أو وصفهم فقال أنهم يخضبون بالسواد، أنهم يخضبون بالسواد. فقال لهذين الحديثين يحرم الخضاب، يعني صبغ الشعر باللون الأسود. لكن هذان الحديثان متكلم فيهما، حيث الأول متكلم في لفظة السواد، فيها كلام من ناحية ثبوتها. أما الحديث الثاني مؤول، قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء لا يريحون رائحة الجنة ليس لأنهم يخضبون بالسواد، لكن لاعتقاد كفري أو لفعل كفري، كالخوارج من سيماهم التحليق، فهم خوارج وكلاب أهل النار، ليس لأن من سيماهم التحليق ولكن لاعتقادات عندهم. فهذا قول من قال بحرمة صبغ الشعر بالسواد. أما الكراهة فقال بكراهته مجاهد وسعيد بن جبير من التابعين، ومكحول أيضا، وخالد الحذاء، والإمام مالك. قال الإمام مالك غيره أحب إلي. أما الذين قالوا بالإباحة فهم عدد كثير من الصحابة ومن التابعين وغيرهم، فثبت أن الحسن والحسين ولدا فاطمة رضي الله عنها ابنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلاهما كان يخضب بالسواد. وكذلك عمر بن أبي سلمة ابن أم سلمة زوج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، عمر بن أبي سلمة ثبت عنه بسند صحيح عند الطبري أنه كان يخضب بالسواد. وكذلك عروة بن الزبير بن العوام ثبت عنه أيضا بسند حسن أنه كان يخضب بالسواد. وصح عن أبي سلمة أيضا، أبو عمر بن أبي سلمة، وثبت كذلك عن الزهري أنه كان يصبغ بالسواد. وكذلك قال محمد بن علي لما سئل عن الخضاب قال هو خضابنا أهل البيت. أما الذين قالوا الصبغ بالسواد مباح استدلوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي سبق، إن اليهود لا يصبغون فخالفوهم. فهذه أقوال العلماء في الصبغ بالسواد. أما وصل الشعر، وصل الشعر معناه أن تأتي المرأة بشعر آخر فتوصله في شعرها ليطول لأنه قصير. وصل شعر بشعر حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي توصل، أما المستوصلة التي تطلب أن يوصل في شعرها ليطول، هذا حرام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن. وجاءت امرأة إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن ابنتي مرضت فامرق شعرها، تناتف شعرها، وإن زوجها يريد أن يدخل بها، يريد أن يتزوج ويدخل بها، أفأصل في شعرها؟ قال لا، لعن الله الواصلة والموصولة. وعلة التحريم أنه فيه تدليس وفيه تغيير لخلق الله تعالى الذي لم يأذن فيه. أما الباروكة، بعض الناس اصلع شعره أو اصلع رأسه فيلبس باروكة فيرى من بعيد أو من قريب أن هذا شعره. الباروكة هذه من الوصل المحرم ولا تجوز من أي شعر، لكن المرأة التي اصلع شعرها يجوز لها أن تلبس هذه الباروكة من باب الضرورة، سترا لعيب الرأس، من باب الضرورة فقط، سترا لعيب الرأس. أما الرموش الصناعية، رموش تصنع فتجعل على رمش العين فيظهر طويلا، هذا وصل أيضا، لأن هذا شعر صنع
وضع على الشعر الثاني فطال، فهذا وصل الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أو لعن فيه الواصلة والموصولة. أما زراعة الشعر، إنسان يصلع شعره أو رأسه فيريد أن يزرع شعرا، زراعة الشعر جائزة بشروط معينة. هذه الشروط أولها نجاح العملية بغلبة الظن مع أمن الخطر، هذا أول شرط. شرط الثاني أن يعود الشعر إلى طبيعته. الثالث ألا يأخذ شعرا من العورة إلا لضرورة. الشرط الأخير أن يجري العملية، أن يجري العملية للرجل رجل وللمرأة امرأة. أما النمص، النمص معناه نتف الشعر وإزالته من الحاجب بالمنقاش أو بغيره. تأتي امرأة فتنقش شعر الحاجب لرقة فيظهر جمالها. نتف الشعر أو النمص هذا خاص بالحاجب، وقيل خاص أيضا بالوجه، فنتف الشعر من أي مكان في الوجه من الحاجبين أو من أي مكان في الوجه هذا يسمى نمصا عند الجمهور، فهذا نمص محرم. وفي ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة. روى هذا الحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه لما روى لعن الله النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود وقالت يا عبد الله لما تلعن كذا وكذا، فقال وما لي ما لي لا ألعن من لعن رسول الله وهو في كتاب الله. قال ما لي لا أنعل من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في كتاب الله. قالت لقد قرأت ما بين اللوحين فلم أجد ما تقول، يعني قرأت القرآن كاملا من أوله إلى آخره فلم أجد ما تقول من لعن النامصة والمتنمصة والمستوشمة والواصلة، لم أجد هذا. قال لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأت قول الله تعالى وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا مما نهانا الله عنه ونهانا عنه رسوله. فالنمص حرام لما سمعت من لعن النبي صلى الله عليه وسلم للنامصة والمتنمصة. لكن بعض الناس يقول إذا كان هذا النمص للزوج، إذا كان للزوج فهو حرام أيضا عند أكثر العلماء، ورد بعض الآثار التي تفيد بأنه يباح للزوج لكنه حرام، هذه الآثار ضعيفة. فالنمص محرم للزوج ولغير الزوج. لكن لماذا حرام هذا النمص؟ أولا ثبت ضرره طبيا وفيه تغيير لخلق الله تعالى، ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم حرمه ولعن فاعله. أما إزالة الشعر من الرجلين أو الذراعين يجوز للمرأة أن تفعل هذا حيث لا مانع، لكن تعلم أن له آثار سيئة أثبتها الطب. أما الرجل فإزالة الشعر الذي في جسده تاباه فطرته، ليس هناك رجل يحب أن يزيل شعر الرجلين أو الذراعين، الفطرة تابى هذا عند الرجال، لكن يعني تستحبه أو تمدحه النساء. الفلج، الفلج هذا معناه أن تفلج المرأة بين ثنايا أسنانها المقدمة، أربع أسنان مقدمة تفلج بينها بأن تشر وتنشر فتظهر صغيرة السن أو تفرغ بينها لتكون ابتسامتها أجمل وأحسن. هذا الفلج حرام كما سبق سمعتم قول عبد الله بن مسعود لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النامصة والمتنمصة إلى أن قال والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. لكن الوشم، الوشم هذا كما يقول فلان له شامة
أو أبو شامة. شامة يعني علامة. فالوشم هذا كيف يفعل؟ يؤتى بإبرة فتغرز في جلد الجسم حتى يسيل الدم، ثم تحشى كحلا أو مدادا آخر، فإذا حشيت بالكحل أو المداد الآخر اخضر هذا المكان. وهو يعمل شامة باسم معين، اسم فلان أو فلانة، أو شامة كمن يصنع صليبا، أو شامة إنسان يرسمه على جسده، فهذا يسمى بالوشم وهو حرام، وفاعله ملعون. الذي يفعل ويغرز الإبر ويضع المداد أو الكحل، والذي يفعل به، كلاهما ملعون. أما الطيب، وهذا وختام الباب، الطيب والمسك. ختام هذا الباب في سنن الفطرة الكلام عن المسك، تيمنا بأن الختام يكون مسك. المسك والطيب والعطور مستحبة شرعا وفطرة، كل إنسان يحب الرائحة الطيبة، لذا حببنا فيها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. لما سئل عن المسك قال: هو أطيب الطيب. وقال: من عرض عليه ريحان فلا يرده، فإنه طيب الرائحة خفيف المحمل. وكان ابن عمر يقول أو يصنع شيئا يستجمر فيه ويضع فيه ألوة وأعوادا وكافورا لتحدث رائحة طيبة في المكان، ثم يقول: هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستجمر. أما حديث، وبه نختم في هذا الباب، حديث: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة، فهذا حديث في سنده ضعف. وبهذا انتهينا من الكلام على سنن الفطرة، ونبدأ الكلام على الوضوء، وهو الطهارة الأولى، تسمى الطهارة الصغرى أو الطهارة من الحدث الأصغر. الإنسان يرفع الحدث الأصغر بالوضوء، لكن يرفع الحدث الأكبر بالاغتسال. فالكلام هنا عن رفع الحدث الأصغر ليدخل في الصلاة طاهرا. أولا، فضل الوضوء الذي لا تصح الصلاة إلا به، فضل أنه نصف الإيمان، لأن الله تعالى سمى الصلاة إيمانا في قوله تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم، يعني صلاتكم قبل بيت المقدس لا تضيع، لا يذهب ثوابها. فسمى الله الصلاة تجاه بيت المقدس سماها إيمانا، والله وعد بأنه لا يضيع. فالإيمان نصفان، نصف اعتقاد ونصف عمل، هذا الإيمان الاعتقادي والعملي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطهور، يعني التطهر، الوضوء أو الاغتسال، سماه أو وصف بأنه شطر الإيمان، فقال: الطهور شطر الإيمان. التطهر، الوضوء أو الاغتسال نصف الإيمان، لأن أفعال الصلاة نصف، وكذلك التوضؤ أو التطهر بالوضوء أو بالاغتسال نصف آخر. فأفعال الصلاة لا تتم إلا بعد وضوء، فأفعالها نصف والوضوء نصف. الوضوء سبب من أسباب تكفير الذنوب والتخلص من الخطايا والتخلص من سوء السيئة. واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: إذا توضأ العبد المسلم فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة نظرت إليها عيناه، فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة بطشتها يداه، فإذا غسل رجليه خرجت من رجليه كل خطيئة مشت إليها قدماه، حتى يخرج نقيا من الذنوب. رواه مسلم عن أبي هريرة. التطهر أو الطهارة والوضوء سبب لرفع الدرجات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد،
وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضي فريضة من فرائض الله إلا كانت خطواته إحداها ترفع درجة والأخرى تحط خطيئة. الوضوء سبب لحل عقد الشيطان التي يعقدها على قفا الإنسان إذا هو نام. الإنسان إذا أراد أن ينام وضع جنبه على فراشه، يأتي الشيطان فيعقد على قفاه ثلاث عقد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب على كل عقدة ويقول: نم فإن أمامك ليل طويل. اسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك للتخلص من كل هذا، قال: فإذا استيقظ فذكر اسم الله انحلت عقدة. أول عقدة تحل بذكر الله بعد الاستيقاظ. قال: فإذا توضأ انحلت عقدة، فإذا صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيب النفس، وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. ومعنا اتصال من أم عبد الله. تفضل يا أم عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. وفيك بارك. أرجو دعاء لأبنائي بالثبات. نسأل الله تعالى أن يثبت أبنائك وأبناءنا وأبناء المسلمين جميعا. كان في سؤال يا فضيلة الشيخ، هو العطر اللي احنا بنحطه البرطان، مش المسك بقى، لا اللي هو البرطان اللي بقى فيه زي يعني زي كحول أو كده. نعم. بتبقى في أنواع غالية، ده حضرتك النجس اللي هو الكحول ولا لا؟ في قول للعلماء عن الملابس، في قول للعلماء الكحول البرفان أو الكولونيا أو هذه الأشياء، فيها قول العلماء على حسب ما يوضع فيها، الذي يوضع فيها في نجاسة أو ليس لو سمحت فيه. عشان أقفل في سؤال تاني عشان أقفل يعني. تفضلي تفضلي. هل اللعب بالشطرنج أو الكورشينة حرام لو هو ما بينهيش عن الصلاة يعني؟ نعم، أرد عليك. شكرا جزيلا، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما السؤال الثاني، اللعب بالشطرنج أو بالكوتشينة. لعب الشطرنج وكل ما له ظهر حرام عند أكثر العلماء. لعب الشطرنج وكل لعبة فيها ظهر، فيها ظهر، كل ما فيه ظهر حرام، شطرنج وأشياء هذه كلها. أما الكوتشينة فليس فيها ظهر فلا تأخذ نفس الحكم، لكن فيها كراهة، وكراهتها تزيد إذا كانت تلهي عن ذكر الله أو تستغرق وقتا طويلا الإنسان يحتاج إليه في أمور أخرى هي أنفع له في دنياه أو أخرى. نرجع إلى استكمال فضائل الوضوء. قلنا الفضيلة الخامسة أن الوضوء سبب من أسباب الوصول إلى الجنة، كما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بلال بن رباح رضي الله عنه، قال له: يا بلال، أخبرني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، سمعت صوتا عليك أمامي في الجنة، فأخبرني. قال: يا رسول الله، ما تطهرت أو ما أحدثت حدثا في ليلة ونهار إلا تطهرت ثم صليت بهذا الطهور ما شاء الله لي، أو توضأت ثم صليت بهذا الوضوء ما شاء الله لي. قال بذلك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبلا عليهما بوجهه أو بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة. فهذا فضل الوضوء وفضل الصلاة معا. الوضوء علامة لأمة الإسلام، بها يعرف النبي صلى الله عليه وسلم أتباعه من المسلمين المؤمنين يوم القيامة. فالوضوء علامة لأمة الإسلام يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال: إنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. الغرة تكون في الرأس، والحجلة والحجل يكون في القدم. فالوضوء يظهر نوره وضاءته على الوجه وفي القدم
وفي هذه الأعضاء كلها التي يوضئها الإنسان إذا أراد الصلاة. وكان في حديث آخر: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. لكن في زيادة في هذا الحديث مبني عليها: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذا قول أبي هريرة رضي الله عنه، وثبت أيضا من فعله. فالوضوء وضاءة ونور يتحلى به الإنسان يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: تبلغ الحلية من المسلم حيث يبلغ الوضوء. تبلغ الحلية من المسلم حيث يبلغ الوضوء، يعني أماكن الوضوء تكون محلاه وضيئة حسنة بسبب هذا الوضوء. الوضوء سبب من أسباب فتح الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيصبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. وأخيرا، الوضوء لا تصح الصلاة إلا به، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور. وفي رواية: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. أما فرائض الوضوء فذكرها الله تعالى في آية، وبعض العلماء زادوا فرضين. فالله تعالى ذكر الوضوء وأعضاء الوضوء في آية واحدة، والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ أمام أصحابه وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر لما تقدم من ذنبه. فعلمهم تعليما عمليا، والله تعالى أمرهم كيف يتوضأوا. فقال ربنا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا أردتم القيام إلى الصلاة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فهذه أربعة، وقبلها النية. فهذه خمسة فروض للوضوء، وبعد هذه الخمسة الترتيب كما رتبه الله تعالى والموالاة. فالنية أول هذه الفروض، وأربعة ذكر الله تعالى في الآية: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس وغسل الرجلين إلى الكعبين. هذه أربعة مع النية خمسة، وكذلك الترتيب كما رتبه الله تعالى في الآية. فلا يبدأ بمسح الرأس قبل الوجه، ولا يبدأ برجلين قبل غسل اليدين إلى المرفقين، يرتبه كما رتبه الله. هذا الترتيب والموالاة، الموالاة بأن يتبع أعضاء الوضوء بعضا. موالاة يعني لا يتوضأ ويأتيه تليفون فيرد عليه، هو وصل إلى أن غسل ذراعيه فيرد على التليفون أطال في الرد فيرجع يكمل أو لا يكمل. الضابط كما قال العلماء: إذا كانت الأعضاء ما زالت مبتلة ولم تجف يكمل، لكن إذا جفت فقد انقطعت الموالاة. فهذه سبعة فروض يأتي تفصيلها والكلام عليها بالأدلة وبأقوال العلماء وبالمسائل المتعلقة بها وبكل مسائل الوضوء في اللقاء القادم. أسأل الله تعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم، وسل إن شئت عنا. سر بنا نحو العلا والمجد، إنا أمة العلم، وسل إن شئت عنا. علقت أحلامنا نجمة ثريا، هيا قوم والمدرك العليا سويا.